هذا هو المكتب الإعلامي للذراع المسلحة لحماس، حيث تبث به في الأيام الأخيرة شريط فيديو لتدريبات جيش حماس وكتائب عز الدين القسام. وفي الموقع من الممكن مشاهدة مقاطع مصورة لعمليات من الألوية المسلحة التابعة لحماس ضد القوات الإسرائيلية، مثل ما حدث في معبر كيرم شالوم عندما تم اختطاف الجندي الإسرائيلي جلعاد شليت، والذي ما زال يتواجد في الأيدي الفلسطينية، والتي أطلقوا على العملية اسم الوهم المتبدد. كما نرى في الشريط أيضا بأن الخلية المختطفة قد خططت للعملية لمدة أشهر عديدة، وأنهم راقبوا الطرف الإسرائيلي عن قرب وعرفوا أين هي نقاط الضعف. هؤلاء هم المنفذين، فهذا النوع من الإعلام يعتبر حرب نفسية بحتة. فكما نرى يشدد في الشريط على إظهار المنفذين والتدريبات التي يقومون بها قبيل العملية. أما عن منفذيها فهم 5 مقاتلين من الوحدات الخاصة، حيث تم تقسيمهم إلى 3 مجموعات هجومية رئيسية، حيث دخلت الأخيرة ذلك الموقع المحصن عسكريا وتكنولوجيا عن طريق نفق، وكانت عبارة عن عملية إنزال لتلك الوحدات خلف الموقع، وبدأ تنفيذ الهجوم حوالي 5:10 صباحا. أما المجموعة الثالثة قامت بتطهير من هم على متن الدبابتين حتى تم السيطرة عليها بكل دقة، واقتياد أحدهم كأسير، وتم ذلك بنجاح عسكري وفني رائع. وقاموا بتفجير عبوة على السلك الإلكتروني عن بعد حتى يتسنى لهم مواصلة المغادرة بأمان، حتى وصلوا قواعدهم وأسيرهم بسلام. هذه العملية تظهر شيئا واحدا واضحا، بأن الفلسطينيين قد انتقلوا إلى مستويات أخرى من ناحية المقاومة. والشيء الذي لم يبدو واضحا آنذاك بأن سبب العملية هو اغتيال إسرائيلي لجمال أبو سمهدانة. جاءت هذه العملية كرد على الاغتيالات الإسرائيلية بحق قادة المقاومة، وعلى رأسهم الشيخ القائد المجاهد جمال أبو سمهدانة. لمنفذي العملية يوجد رسالة لإسرائيل ولعائلة شاليت بالذات. وأقول لأسرانا البواسل أن الجندي الأسير جلعاد شاليت ما زال يرتع في قبضة أذرعنا العسكرية حتى يرضخ الصهاينة لمطالبنا، وإن غدا لنا به قريب. دعنا نتمنى أن لا تعود عملية كهذه، وأن يعود جلعاد شاليت إلى بيته سالماً.